هذا هو نظامنا الشمسي. تعلمنا منذ الصغر أن الكواكب تدور حول الشمس بحركة شبه دائرية، وأن شمسنا ثابتة لا تتحرك. هذا كلام صحيح ظاهريا، لأن الحقيقة أكبر من أن تتعلمها عقولنا الصغيرة في ذلك الوقت. لنذهب بعيدا كي ننظر إلى مجموعتنا الشمسية من خارج المجرة. عندها سنرى الحقيقة الكاملة في حركة الشمس وجميع الكواكب التي تدور حولها. تسبح الشمس في مدارها مع توابعها بسرعة 220 كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل 800 ألف كيلومتر في الساعة. ومع هذه السرعة الرهيبة تكمل دورة واحدة في كل 226 مليون سنة. ومنذ ولادة الشمس، أي منذ 4 مليارات و600 مليون عام، أكملت 18 دورة حول مركز المجرة. ومجرة درب التبانة تضم ما يقارب 100 إلى 400 مليار نجم. وشمسنا التي تبعد عن مركز المجرة 27 ألف سنة ضوئية هي أحد هذه النجوم التي تدور جميعها حول المركز بتناسق كبير دون أدنى تصادم أو خلل في مسار أي نجم. ولا ننسى أن معظم النجوم لها كواكب، ومعظم الكواكب لها أقمار، وكلها تدور حول بعضها البعض بدقة متناهية وفي مسارها الذي لا تزيغ عنه. لننظر إلى مجموعتنا الشمسية كيف أنها تتحرك بشكل متعرج وكأنها تسبح وسط محيط شاسع. وهل لك أن تتخيل بأن حركة الشمس قد وصفت بشكل دقيق في كتاب يعود ل 1400 عام، في زمن كان يعتقد فيه الإنسان بأن الأرض مسطحة وثابتة وأن الشمس تدور حول الأرض؟